هيا انطلق. تبا لقد أخطأت. ها أنا، دعيني أجرب. لقد أخطأت أيضا. علي التصويب فحسب، لا ينبغي أن يكون التصويب صعبا. ما هذا؟ انظري إلى ما يفعله، إنه يرسم شيئا على تلك اللوحة الفنية. هذا ليس جيدا. يا للهول، وصلت المعلمة. ماذا يحدث هنا؟ ماذا حدث للوحة الفنية؟ طفح الكيل، فلتنطلق ويا الفنية. محال، انظري إلى حالنا. مهلا، أهذا طلاء شفاء؟ آسفة على ذلك، يمكنني إصلاح ذلك. هاكما. هذا أفضل بكثير. حسنا، نحن مستعدين لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن. كم هذا جميل. قلب، حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعل، سأبدأ بكلمة حب، لوف. يا للروعة، كان ذلك يوما مدهشا. كانت جميلة جدا في ذلك المرج. حسنا، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة، سأضيف قلبا صغيرا ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جدا، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضا. حسنا، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي. يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان. سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان، وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألون قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحاتي رجاء. ماذا؟ يا للهول. أبقي العلكة في فمك رجاء. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني عن الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش. ستحصل على درجة عالية. أنا متحمسة لرؤيتي التالي. حسنا، ها هي العجلة تدور. ها نحن، توقفت عند طائر الفلامينغو. لا يسمح بالكثير من الإبداع. ماذا ستفعلان؟ الفلامينغو، لا أعتقد أني سبق لي رؤية إحداها في حياتي. أهذه مسحة؟ لا أمل في كسب هذا التحدي. ماذا سأفعل؟ إنها وردية اللون، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كلا، هذه الفكرة لن تنجح. أوف، لا يمكنني تحمل هذا، لا أعرف ماذا سأفعل. مهلا، ما هذا الذي على يدي؟ أهذا طلاء؟ يا للهول، أصبح طلاء الوردي يلطخ يدي أيضا. مهلا، انتظروا قليلا، خاطرت لي فكرة لأرى ما سيحدث إذا بدأت ببصمة يد. هذا لطيف جدا ويمنحني فكرة أخرى. سأبدأ بتحديد يدي، والآن لتعديل هذا الإطار الخارجي سأرسم العين والمنقار. سألون المنقار أولا بما أنه أسود، وسأوزع اللون الوردي على شكل كله، الكثير من الوردي. سأواصل التحرك باللون، الكثير من الوردي فعلا، لكنني كدت أنتهي. ها هو قلم تحديد وردي سأحتاج إليه. والآن سأحول رسمة يدي إلى طائر استوائي. ها هو المنقار الأسود، حان وقت رسم العينين والساقين. ها هما الساقان نحيلتان باللون الأصفر، وقد انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحات الفلامينغو التي أنهيتموها. ها هي لوحتي عن الفلامينغو. وها هي لوحتي أيضا يا سيدتي، كما طلبت تماما. أرى أن لدينا لوحة للجسد كله ومنظر جانبي للرأس. أبليتما بلاء رائعا. صحيح، يدك ملطخة بالطلاء. أجل، أعتذر عن ذلك. ماذا تعتقدين أعدت لنا؟ حسناً، هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد. أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه. خاب أملي لأكون صادقاً. يا للهول، انتهت التسالي، وهذا شيء يستحق أن أحزن عليه. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلاً، أصبح طبقي فارغاً الآن. أجل، سينجح ذلك، لدي خطة رائعة. ماذا تفعل بهذا الطبق وقلم التحديد؟ لا أفهم لماذا ترسم على الطبق هكذا. لا تقلقي بشأني، أعرف ما أفعله. سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق. يا للهول، ماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجددا، يبدو أن ذلك ينجح معي. حسنا، ها نحن، كلمة ولد بوي، وسأحولها. سأمنحه نظارة وشعرا. يبدو جيدا، لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم.
حسناً، أنهيت رسم رجل العصا. أعتقد أنه بحاجة إلى بالون أيضاً. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي. باقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسناً، أتريد قميصاً أخضر؟ بالتأكيد. انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا 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 يا رجل العصا، لا تهلع. مهلا، شيء ما يحدث. شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جدا، لقد أحببته. أليس بلأ حسنا؟ هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. حسناً، لنلف العجلة مجدداً. هل تنظر إلى ذلك؟ هذه المرة الاختيار هو كلب. أعلم ما سأفعل، إنه في قبعتي. ماذا؟ أهذه دجاجة مطاطية؟ من أين أتت؟ أعرف أنه هنا في مكان ما. مهلاً، هل هذا ما أحتاج إليه؟ كلا، لم أعد ألعب كثيراً هذه الأيام. هيا، هذه القبعة ليست كبيرة جداً. هل هذا ربع دولار؟ هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ هناك عملة أخرى لي أيضاً، لن تمانع إن أخذتها. من كان يعلم أن بإمكان قبعتي ضم كل هذه الأشياء؟ حسناً، أحتاج إلى هذا القلم. لا أفهم، ماذا ستفعل بهذه العملة المعدنية؟ سأستخدمها لرسم خطوط لأتبعها، أحتاج إلى عدة دوائر. لا أفهم. مهلاً، أعلم ما علي فعله. أمل أنكما تعملان بجد. أحتاج إلى ارتداء القلنسوة على رأسي، سأعود بعد قليل. مرحباً، ماذا لو أعطيتك تلك مقابل أن تعيريني كلبك؟ شكراً لك يا إلهي، إنه لطيف ومطيع. اسمي باتريك. ابتسم لألتقط لك عدة صور. أنت ظريف جداً، يمكنك أن تكون عارضاً. تفضلي، شكرا جزيلا لك. سألون الشكل البيضاوي كله ما عدا هذه الدائرة الصغيرة. أضفت هذه الخطوط الصغيرة والنقاط، والآن سأرسم رأسه وعينيه. بدأ شكله يتضح. لا يمكن أن أنسى أذني، يحتاج الكلب إلى أذنين وجسد أيضا. وأخيرا الذيل، والآن سألونه. أعتقد أن أذنيه ستكون بنية، وقدميه ووجنتيه. قد انتهيت. عدت ولم يلحظ أحد غيابي. سأنهي لوحتي هنا. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هذه صورتي عن الكلب. وأنا أيضا انتهيت. يا إلهي، انظروا إلى هذا الوجه اللطيف الملائكي، لقد فزت. لم ترسمه حتى. نحن مستعدان للتحدي التالي. أحب الرقص، يبدو أنكما سترسمان راقصة بالي. مهلا، ماذا؟ كيف يفترض أن نرسمها؟ لا تنظري إلي، لم أرى عرض باليه قط. مهلا، أعرف. سأحتاج هذه الورقة، يمكنني طيها إلى نصفين هكذا. ماذا تفعل؟ هل هذا فان أوريغامي؟ إنه مرتب للغاية. أعرف، لكن عليكم الحرص على طي الورقة بشكل صحيح. بدأت بطي الورقة نحو المنتصف هكذا، ثم الناحية الأخرى سأفتحها وأطوي الأطراف. جيد، يحتاج الطرف السفلي إلى أن يطوى للأعلى على الجانبين. أجل، هذا يسير بشكل جيد حتى الآن. أحب طي الورق. وتطوى هذه الجوانب المدببة نحو الأسفل، وكذلك هذه الجوانب. باقي القليل فقط. أوشكت على الانتهاء، علي طي هذه الجوانب. ها أنا، انتهيت. صنعت مركبا صغيرا من قطعة ورق. ما رأيك، هل يعجبك؟ ها هما شراعان ورقيان لمركبي. لكن ما علاقة ذلك بالرقص؟ لأن المركب يرقص فوق الأمواج بينما يبحر. أهلاً، ماذا؟ أهذا ما ستقدمه حقاً؟ لن يفلح ذلك. إنها محقة، أرأيت؟ الرسمة عن راقصة بالي وليس مركب. حسناً، لا بأس، لكنني أعتقد أن بإمكاني فعل شيء بالأوريغامي. هل تصنع مركباً آخر؟ لأن هذا لن يفلح مجدداً. كلا، ليس مركباً آخر. صنعت يونيكورن هذه المرة. أوه، أيها اليونيكورن، أنت مذهل. رغم ذلك لن يحتسب. حسناً، أنت محقة، لكني سأنجح. المحاولة الثالثة ستكون ناجحة. سأستخدم لولين من الورق هذه المرة، سيساعدني ذلك بالتأكيد. ماذا تفعل؟ يا للروعة، هذا صعب، كيف تفعل ذلك؟ إنك سريع جدا، تصعب علي متابعتك. أجل، لقد انتهيت. صنعت زهرة جميلة من أجلك. إنها جميلة جدا، لا أصدق أنك صنعتها من أجلي. لكن ماذا سأفعل الآن؟ أعرف، علي البدء بطي الورقة. سأستخدم حافة المسطرة للحصول على طيات محددة. هذا الجزء صعب قليلا، علي إخراج الطرف هكذا، وعلى الجانب الآخر أيضا. سأرسم راقصة بالي
ماني لطيفة على الورقة. إنها لطيفة جدا. حسنا، علي رسمها على الأجزاء الأخرى أيضا، والتأكد من رسم رأسها ويدها هنا، ثم أفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر أيضا. حالما أنتهي من ذلك، علي فعل شيء نفسه مع طيتي الساقين. أعتقد أني سألونها قليلا لأجعلها أجمل، لكن علي أن أتذكر تلوينها على كل طية ورق، وأعتقد أني سأنهي تلوينها بتنورة زرقاء. هذا ظريف. سألون بالأزرق هنا وبالأزرق هناك. أجل، انتهيت من عملي الفني. ها نحن ذا، دعوني أريكم كيف ترقص. إذا أمسكت بطيات الأوراق وطويتها للأعلى وللأسفل، يمكنني جعلها ترقص. انظروا إليها، إنها جميلة جدا. يا للعجب، يا للروعة، أبليتي بلاء مذهلا. لقد فزتي. أجل، علمت أني سأفعل. لكن هل فزت من قبل بتحدي في الرسم؟ دعنا نعرف في التعليقات، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات الرائعة.